شافه سافر شوي يعني بعدنا شوي هناك لحين بعد ما شاء الله بكره من فاضي باذن الله. ثم تأمن الطير من هذه أمن شوفوا وريه هنا تساعده كثير من الناس اللي يسحب ويسوي ويخلي سبحان الله الطير يكره هذه ترى الطير تطبع أنا اللي تطبعها عليه بإذن الله هذا مو مري وتعبيه أنت أما تعبيه تبوج ولا تعبيه سيارة يتعلم الطير شلون يعني تدربه تدريب مضبوط هذا من طيور الله لا يضره يعني من الطيور اللي يعني يساعدني على نفسه الله لا يضره يعني ترى جتني طيور واجد وفي طيور يعني قعدت عندي تقريبا حول الشهر والله اللي يشوفه يقول اني ما ادعيه وهو يوميا ينهد ولكن في طيور سبحان الله حيموت الله يضره يعني نفلح من ذكر الله الطير هذا الله لا يضره طاير يعني من مزرعته مو يعني ف يكون اسهل الحين باذن الله بس تعلم ان شاء الله من الواحد فاضي بكره اروح ان شاء الله وبعد بكره السبت الأحد اثنين بإذن الله راح أحد لحمام أعلم الحمام لأن بعض وشفتوه يمكن على الواح أول مرة على الحمام يجيه عادي الحي ولكن لا طال يختلف عنده صارت معانا العام وبتصوير فيديو موجود اليوتيوب طير أموره طيبة تحط الحمام بإذن الواح حية يجيها ما عنده خلاف ليه وصلناه من الواح فاضي نفس طريقة الطير هذا بالضبط كأني أشوف الطير هذا بالضبط يوم طارت الحمامة صار فوقها شايخ الطير يعني حول يقضبها يلف وفخر عنها امر جديد عليه دربناه فضل الله ضبطناه ومن فضل رب العالمين قام يلحق قدح للسلام واخرها دعم حضاره وانشرب مبلغ وقدره على قولتهم الله يبارك لهم اللي خذوه كلهم انا انتقى من شخص وشخص ثاني الله يبارك لهم والله كل يشوف الطير هذا طيرنا اللي يلعن اللي هو طير عبد الحميد ابو شاهر أسأل الله يبارك لهم يا رب. ها 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 ها